الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذه من الأخبار التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه عن رجل، من مخبرا عن حال رجل من أهل الإيمان داعيا إلى الله جل وعلا، قال ومنذرا قومه من الشرك بالله جل وعلا، قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وهو حبيب النجار. وذكر أهل التفسير أنه كان مريضا قد أسرع الجذام في بدنه، وكان فقيرا، وكان كسبه من عمل يده، وكان يتصدق بنصف ماله، وهو من القليل من الذين آمنوا بالرسل الثلاث، قال ابن كثير. ولما هم قومهم بقتلهم جاءهم هذا الرجل فأتاهم ناصحا لهم، وهكذا حال دعاة التوحيد وحال أتباع الرسل، أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولعن الله سبحانه وتعالى بعض بني إسرائيل لأنهم كانوا لا ينكرون المنكر. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فكان يرون الناس على الشرك بالله وعلى الباطل ولا ينهوا عن هذا الأمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فقال الذين في أعلاها: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من تحتنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن نهوهم عن ذلك نجوا ونجوا جميعا. فهؤلاء أرادوا أن يخرقوا هذه السفينة بظنهم أن هذا الأمر قد لا يؤذي أو قد لا يضر، ولكن في هذا الفعل هلاك للمجتمع. لذلك في اتباع الرسل وفي اتباع أمر الله نجاة للأمة وبعد عما يغضب الله جل وعلا، كما في آخر هذه الآيات، في نهاية هذه القصة، أن الله سبحانه وتعالى أهلك المشركين. فهذا الرجل جاء وبين لهم وأمرهم باتباع الرسل. وده نحن الليلة بندعو الجماعات اللي بتنتسب إلى الإسلام أن يتابعوا رسول الله. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، لأن في اتباع الرسل النجاة، وفي الإتيان بما يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم العذاب والنكال في الدنيا والآخرة والذل لأمة الإسلام. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتاه ليتني
لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. دحى الكثير من الناس حي يوم القيامة ويندم هذا الندم لما فرطوا في حق الله وفي إتيانهم بالبدع والمحدثات. والله جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كثير من الناس خالفوا أهم شيء في الدين وأتوا بالشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: اتبعوا من لا يسألكم أجرا. ودحى الرسل دائما ما دايرين من الناس حاجة، وحال أتباع الرسل إنما يريدون الأجر من الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهم يريدون الله سبحانه وتعالى بعباداتهم. الآن أهل الشرك من الصوفية تجي للشيخ يقول لك البياض زي ما ويأكلوا أموال الناس، وكثير من الناس ما يجوك إلا بعد ما الشيخ يأكل حقه. قل له: والله انتوا يا اخي يا وهابيه والله كان كلامكم صح. طيب انت من زمان وين؟ وده زي ما الله سبحانه وتعالى اخبر في القران: يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وكان بياكل قروشك دي اهون، لكن بياخذ اعز ما يملكه الانسان وهو العقيده التي لا يقبل الله عملا بغيرها. لان الله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وذكر الله جل وعلا في كتابه 18 رسولا وأخبر أنهم لو أشركوا لحبطت أعمالهم. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهؤلاء أنبياء، فما بالك بغير الأنبياء. يجيك واحد يقول لك: طبعا ديل أكلوا الكسرة وعرسوا للناس. يا زول، ده الزول ده جاب يشرك، الأعمال الباقية كلها حابطة لأنه أشرك بالله جل وعلا. أتى هذا الرجل ونهى الناس عن الشرك بالله سبحانه وتعالى، قال: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. دعاهم للتوحيد وبين لهم الأدلة على الكلام ده. قال لهم: وما لي لا أعبد الذي فطرني، أي خلقني. فالله جل وعلا هو الخالق، وغير الله سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا، لذلك لا يعبد ولا يدعى مع الله جل وعلا. قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال الله جل وعلا: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ماذا تجاني خلق شنو مع الله؟ البرعي صائم ديمة، الكباش، المكاشف، خلقوا مع الله سبحانه وتعالى شيء لكي يعبدوا مع الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. زول زيك تجعل ند لله سبحانه وتعالى ويشبهه، يجيب لك الشبهات دعاة الشرك بالله سبحانه وتعالى، يقول لك ده الواسطة بيننا وشفعاء بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ما أمرك بالكلام ده، ما أمرك أن تجعل بينك وبينه واسطة، بل أمرك بالدعاء بدعائه ووعدك بالاستجابة، وما أمرك أن تجعل واسطة. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال جل وعلا: قال: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله
قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. زي ما ذكر هذا الرجل في الآية التي بعدها ذكر الله عنه: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. الله لو أرادك بضر ما في أحد، ما في شفاعة أحد تنفعك. زي ما نوح عليه السلام دعا الله سبحانه وتعالى في حال ابنه، قال: ونادى نوح ربه قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فكان على الشرك بالله جل وعلا وهلك مع الهالكين. ده ابن نبي من الأنبياء، ها، ما دعا للشرك، فرد الله سبحانه وتعالى عليه فأنه من أهل الشرك والضلال، فما بينفع مع الشرك عمل ولا تنفعك شفاعة أحد. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم عليه السلام في مشهد من مشاهد يوم القيامة، قال: يلقى إبراهيم يوم القيامة أباه آذر وعلى وجه آذر قبرة وقترة، فقال له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصيني؟ قال: فاليوم لا أعصيك. فيقول لله جل وعلا أنه وعده ألا يخزيه يوم القيامة، وأي خزي من أبي الأبعد؟ قال: إني حرمت الجنة على الكافرين. يقول الله تعالى له: إني حرمت الجنة على الكافرين. فما بتنفع أحد عمل ولا ينجو من عذاب الله جل وعلا بغير هذا التوحيد. وده دعوة الرسل كلهم أتوا بهذا الأمر. تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقالت: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ودعا الله سبحانه وتعالى في كتابه لهذا الأمر وبينه بيانا واضحا، حتى قال أهل العلم كما قال ابن القيم: والقرآن كله توحيد، فالقرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما أمر بعبادته فهو التوحيد الطلبي الأمري، وإما خبر عما أعده الله لأهل التوحيد، وإما أمر أو نهي وهذه من لوازم التوحيد، وإما خبر عما أعده الله لأهل التوحيد من النعيم وإما في الجنة، وإما خبر عما أعده الله لأهل الشرك من العذاب والنكال، فالقرآن كله توحيد. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. أعظم أمر وأعظم نهي في كتاب الله النهي عن الشرك بالله جل وعلا. فبين الله سبحانه وتعالى هذا التوحيد بيانا واضحا، ولكن دعاة الشرك اليوم من الصوفية ومن شابههم من جماعة الإخوان المسلمين يدعون غير الله. بناديهم بناديهم في كل قضية، بناديهم حيين بناديهم ميتين بناديهم، شرك بالله سبحانه وتعالى. لن ينفعوك كما قال تعالى: ولن يكشفوا عنك شيء
قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ما يملكون شيء ولا ينفعون، بل هم في أشد الفقر. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، ولكن الناس اليوم يجعلون لله جل وعلا الأنداد، وهذا من الضلال ومن الشرك بالله جل وعلا. وهكذا دعا هذا الرجل قومه إلى هذا الأمر، إلى توحيد الله جل وعلا. قال: وما لي لا أعبد الذي أتخذ من دونه آلهة. قال: إني آمنت بربكم فاسمعون. وحد الله لأنه جل وعلا الرازق، لأنه المدبر جل وعلا وحده، كما قال جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأخرج به فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وبعد الآيات وهذه الواضحة البينة التي تبين أن الله هو الرازق وحده وهو المدبر للكون وحده، يجعل الناس لله جل وعلا الأنداد. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا، أي الذين أشركوا بالله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذا والله أعلم أحكم، صلى الله عليه وسلم. أفتى الفرصة للشيخ بكر: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.